ايه رأيك يا أستاذة أميرة إن احنا نشوف مع بعض تويتة كده لواحد اسمه محمد الصغير، هو عضو الجماعة الإسلامية، الجناح العسكري طبعا لجماعة الإخوان اللي نفذت اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وهو بيوجه التحية لعبود الزمر قاتل السادات في ذكرى حرب أكتوبر. أهي يا أستاذة أميرة معانا الناحية دي. بهدوء، ما الذي فعله عبود الزمر إلا أنه اكتشف مبكرا أن طغمة 23 يوليو والتي يمثل السيسي أسوأ حلقاتها لا تصلح لقيادة مصر ولا تشرف العسكرية المصرية، وقد ظهرت الخيانة في كامب ديفيد وتأكدت في تيران وصنافير. ماذا جنت مصر على يد ضباط 23 يوليو إلا الهزائم والسلام الزائف والعمالة المستمرة؟ تحية من القلب إلى عبود الزمر في ذكرى السادس من أكتوبر. تمت التويتة.